بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا وناكسان دين هانتين بدا وضيال ومركل يا برامج كين كولان كشبلو دين وغبرتين تدوا دول بهذا يوكالي برامج كان ايا هذه يجير وحان كل فقرنا اما بينكوس وقادنا سوالي جواب الدينية سوالا دين وصو درتان وحا سوا في وغجوا وشيقين وينشق محمود محمد الشبلي دا ودا هدي ادون سينا برامج كين اغرق بقاتا وحاد سواشا دين وصو دير كرتا عوان كشاشة دين كغمغدا كولان كشبلي ات صمالي كيبل لو تي في ام برتا انو فيسبوك كولينا وكولان كشبلي Somali Cable برامج كان مر والبو خيدين كغا يمادا استوديو حلبات Somali Cable او كلي هي مغالده نيروبي دا ودا برامج كان وا حلقه 69. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم دمان شقاله Somali Cable شيخ محمود محمد شبلي وان دين سلامي سلام كدب الى هيدن خفديو مغعيغه وا اسماعيل محمد عبد الله او جوغا مغالده مقدسو شيخ غبران اس جعلين ايا غيريوته الى هو نخريستو مر والبو ان وخ صدقيسن ايدا اي والدكيغه او دنتا ايان وي نيستا سي سمافلا اي صدقاداسي مخاي دينتا اسلامكو كا قبتا جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على الله ما بعد قفك مسلم كي هي صدقة وبحيه ثواب كذي أجر كذانا وقف كلو مسلم ونيوده ويقاريسا مدقاننا صلى الله عليه وسلم وكل رجالي تذ والد كذي الانتان إني كصدقيان وهو والد كين كصدقية ويري مالك وحيابها قف كذالك قال الدعاء ايو صدقات لبحيه واجر كوذر لوني يوذي الصلاحان انتان قرانا يا علماء لحوة خلاف كمجر رحمة الله عليهم جميعا تاسوا مدى قود مدى اللابات نكن يحاكم وغطى أحمد وبارني وآذو بضان وارد كوالا قرتي لكن قبل يليس قرسان وستعلا هديتا وكم وقتا نبقى عليه الصلاة والسلام خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إبراهيم ويان إلمها أي عرطي انت كلا نودا شيء وقت عذقنا إسلا صوم مرين انت عندما تكدب وحسوسا شري مركز ودتك صاحب هذا دها بو صدقاتنا هي هدايا ندري شري مركا دي والد كان بارين لو نغضا في عنت هاي قفكي وانا غيدين كد حيينا إن لسي وانا تشي ويحبون طيب الله توفيق. السلام عليكم شيخ وان كو سلامي سلام كدب وحان كو ويدينيا سومالي غار اهان مغالده مقدشه خرونتا سومالي وها كشقيستو شركه عيمس او دحداي سي اسلاميغا ايان حجكا اي عمرده عيمس اهان قفكا او غينينا هادونا سي ترتيب ترتيب ايو سيغا بخينيا اي مخاي دينتا اسلام كو كقبتا. الحمد لله لبا لبا احمدو قيحس انتا كبدن باي او باهين شركه حجكا عيمس كو غينيسا دادكا إسلامي سيدي إسلامي غادي كتاي سيستم كيشيسكي خرج كالا بحين يمحوي هاي قاب كابي داتكو خرج كوغفا إيدي سنيان تانو حمر ماتشوغو مجرانيو وحندي لا علماء الصومالي حمر شوكتا الشركاديين أركي كارتا محوكتا دا هايسا تبدلو علماء شوغي هالوي ديو تاو كودي رجلين لها تبدلو علماء خيار يا رك بدن رو آن كو اوجهي اما كغور قو انا يدرك فقهاء يهم باتشوغا شيخ عبد الله شيخ نور وكاليتو شيخ احمد امام وكاليتا تشوغا رك بدن علوم وكلا تشوغا مكرقع علوم هذا ايه تشوغا شيخ بشير احمد صلاه باتشوغا رك بدن علوم وتشوغا مقال هذا ان يجا لو عليو يجا حقي تشنكره يقال هو سانكر واحد اللي ويدينا دوا شركة حمر تشوكتو عيم السمايس هذا الحكم على شيء فرع عن تصوره بالإلى هذا وحنا الحكم تنا حكتي سايسا كوريس طلبات عيم السوية هدونا يري يربالو علينا يا يضلفت هذا فصيرات بيو باهنتا مدين با عيم السيادة سيقود كوا إسلامي كوا كلابا العكس أن الله أما بالله الله بحي أنا قانا قفكو حارض هذا اعتمادنا وكفى إذا استو كوا إسلامي جاهنا ذاك قاركي قهبة بعي الشعر سوية شانو هنتي رياش وقول بيران أي شرتو مركد وحي ويكو عايمنا إسا يرين يربدنا هدو وبحنا إسا صور وحاكم وقان كرا العقية دين بي قفك سينا إسا دين تي بوين يرير وقذية قابك إذا قابك عايم سيدا عن كوا عقين نيماها
صدرت بعيدة مرة بعد كينا يساعين علومة دي ماشة جوكتي اللو عليو هدي حكت القسائلك وشيغة يوحكا قلدين هنا كصحان هدي حكتو سيدا اوجرتا قيبها لمن حكت يا معلومات كان اي حقيقيان كدب حكم كذا شرعي على قرانك رب الله توفيق. السلام عليكم شيخ وحنا هاي قبر صوماليات أو كنا لقربها وحنا سقر سعودية أو مهر سدينين عباه وحنا كنا ليا هاي صوماليا وح الكيجو عن أشجع جور كاس مجران برسه أصحاب تي ده عن كل صوان هاي عن أشجع جور ككذب أصحاب تقار أي يقول هاي جور كاس حلال ما عن كدرة ونكاس قارنا وحي دهن وجور صح أو مدى صوماليات بدن كل سدا يسكس جور سدين أمرك كورن شيخ وأرنكاز جزاك الله خير. الحمد لله قول كان وحاسحان أصحابتك وتري قول كانوا صنصحنين إيسا قد يروا وارد كان والله حريري كرتان وليقين والله هذي كرا وانا الله صحي كرا مركا قول كنونا إنو صحمو باصلا نبقى صلى الله عليه وسلم مربا صحان كان كشيقني وحويري أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قفك استوى الدمر وقول ستا ولي إذا لا أنت نكاح ذو باطل وي هذي إدعاه إن اتكل ولي أم قنية هينا سدد مشهور كحديثكنا تلمامي فقادنا شافعنا إقبان فسلطان ولي من لا ولي له وي قاضي شرعي هابا لا ولي غيه دي انت لو هي ما بدن قربها وبدني بدن كود كمتشر وقاضي شرعي وشروط يبوحين كريه tan waliga maqnaanshihiisa iyo waayitaankiisana cilalkii iyo asbaabtii la yiri waa loo guurin karaa weliga oo maqan wax badan baa zuulay axkaamtuna cilalkeeda la socotaa haddii la lahaa weli masaafatul qasri jira ilaa 100 kilomitir ama wax ku dhow jira waan telefoon iyo fakis jirin in la raadiyo goor soo noqonaa war loo haynay sugitaankiisu waxay ahayd hadalkeedu macna fuqaada macnahoodu haddu xataa wax yar ka sokeeya masaafatul qasriga in la raadiyo ama la sugo hadda isagoo masaafadii jira baa ka magaalada kula jooga isku mid yihiino telefoonka halow ay idiin wada dhexaysaa xataa muuqaalkii la arkayaa mararka qaarkood waddanka gudihiisa inaad wacdo iyo maraykan iyo dibadaha yurub iyo inaad wacdo waddamo ka lamid a isku kharash wey warigii baa inta telefoon lagula hadlo baa guriga aada joogtay qofka ka baxay intuusan wadada gaarin daqiiqada gudahoodaad qofkii heli kartaa marka mashaqadii iyo adkaanshihii helitaanku hadduu meesha ka baxo waa masaa'ilka culimadeenna hadda ay ka hadlaan fuqahada raxmatullahi mucaasiriinto la yidhaahdo tiqniya alxadiisa tiknolojigan hadda horumarkii iyo masaa'ilkii hore cilalkoodii iyo khilaafkoodii saameyntu ku yeelanay wax ka bedelkeedee ka mid tahay marka taa lafteedu hadday fuqahadu ciladaa ku saleeyeen hadda ciladii waa zuushay qaacidana waxay alxukmu yaduru maa cilati wujuudan wacadaman marka weligii in la raadiyo weeye guurkaana dib u sax ninkaana ka dheero wabillahi tawfiiq. asalaamu calaykum sheekh shibli iyo daadiyaha barnaamijka waan idin salaamay salaan kadib waxaana sheekha weydiinayaa maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa igu dhacday caado kadibna saddex maalin kadib ayaan iska waayay caadadii maalmihii salaadihii subax iyo duhur iyo casir ma aanana tukanin anigoo uga dan lahaa inay iga dhammaatay in kale markii dambe salaada casir ayaan qubaystay cishii maqribna waan tukaday habeenkii xaajiga xaalad gogoleed ayaa ina dhexmartay subaxii markaan soo toosay ayaan isku arkay caado kale marka sheekh salaadihii wixii xiriir ee gogoleed ayna dhexmaray anay ninkayga ma dembi baa haddayse dembi tahay maxay diinta islaamku ka qabtaa arrinka inaan ka sameyno jazaakallahu khayr. alxamdulilah axmedow su-aasha sidan oo kaleeti iyo horta laba arrimood baa salwa kadib waxyaabaha kale iyaday ka farcamayaan labada arrimoodna waa qaabka gabadhu caadadii ku dhici jirtay inay ka gooday daahir noqotay ku ogaan jirtay gabadhu hadday muddadii ay hayn jirtay u dhammaatay dhiiggiina iska weydo way tahaaro qaadan salaadaheedana way tukan xiriirka gogoshuna xalaal wey haddii xilligaa kadib haddana dhiig la arko dhiig furan waya caada maaha maadaama waqtigii caadadaha uu dhammaaday daahirnimadiina ay aragtay haddaba xisaaladahan way tageen ay leedahayna hadday ku soo aadeen dhiiggii iyadoo iska weyday waqtigii hayn jirtay caadaduna ay dhammaatay oo muctaadiya ahayd waxaa la yidhaahdo salaadihii way qadaynaysa waa lagu lahaa markay dhiiggii iska weyday waqtigiina dhammaaday ay degdeg u qabaysatay ahayd haddiina waqtigeedii dhammaanin
أصاهته أستانت دي جنود لما هذا اللغة العربية قصة البيضاء اللي وجرها طبعا عنك هذا آخر كلمة ده وجبت ويستانت مركي أركتي كد بدربين قبيس توي صلاة تكتي هاي هذا يصير صلاة كجت جنا ويقضينا صح لا بد عمننا هذين هين وقت جايدين الدمانين أستانت الطهر جنا أين أرك صلاة الله جم له حكم الحائض حساب أنت حيل كان هي كان دمبي أرك دون تمالي كدمبلا وايسكو دمت أنت أي أم لا يسي أنت يسكو أرك ويدي ظن جادي ما له هذا أبتي إنه كجو عينا إن قبيس توايا هاي يا صلاة هاي تكتي حرير كذا نك نحمري نك نك حرير كذا نحمري دم مالها دم بماها لكن ما له هذي بوحون نقول يا ما دام أستانتينا نارك مددينا كذا معنن دي جينا صول لابتي ما له هذي بخلدنا ريو وحون نقول يا لا عبرة بالظن البين خطأه ما لا إعداتين وقلدنا سيتيج شيء سي قبسي وحكوسي سلاين دم مالها وبالله توفيق جزاك الله خير سيدو ونكسن دوغن جوابي سؤال اينو سو درين داودياش السلام عليكم شيخ وهويا سوماليات شيخ وحان اسغور سنه نين كديب وان كلا تغنا لاو بلو ده كديب انيغو عددي كو جيره ايو نينكي دنتي marka شيخ وما اسايبان او قاديا مس عدداس ايان لميسن يا جزاك الله خير الحمد لله احمد الله ومدويه نكاي كلا تغان سدخي دلقود هداي دماتاي و دلقد يغو دنبيسه هيتن اي عددهده كو جيرتي أصي قادم ميسو الددي دي بقى ما يسترن ويا وحش كل لعبة دي حرير وكده حيا وحكم شاري قبتي ملاحين هدي سيد القدي كوباد أما الله بعض هيد أما الطلاق رجع قال يرى هذا وها أنت أنا حسوس تبيج مع أهل العلمي العلم وحش كل رعسيهين إن أي تاس بابا أي سعد الددي هرة ويا سيء عد جيري سبدري هذا أور لي هذا هاي إلى يكو مشوي هدي كلانا أفر بلود يتبن بريبة يسو قدي حلقة ودين تيبين أقب اللعبان طلاق يدو هدو رجعيها بمعنى دلاق لسوء عشان كرا هدوها وهي دلقة دي كوبادة هيد أما تي اللعبادة هيد انت أنا أقول مسألة خلاف كما تشيرو إن إيسا يسو بدل يسو وريبي سبب الله توفيق السلام عليكم مقعيق وعبد الرحمن أوجوغ وجال الشيخ وحنك ويدين يا قور كما الصناع مسوى واجب جزاك الله خير الحمد لله قوركو لبح حكم بوليه si gud marka loo eego hoos marka loo galana ahkaam kala duwan buu yeelanaya guurka marka laga hadlayo ummada guud ahaan dad guursada oo tarma in la helo waa waajib ummado dhanna guurka kama tagi karto heshiisna lama gali karo maamul iyo dawladna ma mamnuuci karto waa dambi guurka in la badiyo dadko dhan cid kasto kari karta guursatana waa sunna مرقى قاركود في المذقاح روحي إطلاقان حكم كجورك إنه سنية قل هذا وجوب كحديث كظاهر كابن سعود بيدري الشذان ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج أمرك ووجوب بيرادن قلنا هذا أمركم ما استحباب ويو واجب ما ومد قف كنو جورس هذا وسنة سيدا جودهان ومد قيب جورستين لهالنا واجبات ككفاية كميت هايو أنا ما ذكر بواحد سك حكم سيان مركّة قاركود واجب كفاية سنة الكفائية مركّة اللي يراهدو قرب آثار تكد على ناس سك حكم سيان مثلاً شوف قدر الشافعي ذا كريتو صلاة الجماعة وحي راهدين وسنة مؤكدة هذانا كتجيتان كذا على سكولات ده الله بيا سنة وحاجة كذا سيدي حكم كي واجباتك مركّة الله ضيع قاضنا يا مركّي هوس الله سو الدقيق وقف قف اللي يراهدنا تك قارن واجب قار سنة أتهاي قار ومباحات يجترت قار مكروهات يجترت أحكامتي خمسة دعين بقاضنا يا بالله توفيق السلام عليكم دمان شغاله سومالي كابول يا شيخ نوان الدين سلامي مقعيق وقليف حسن وجوغا جرمالكا شيخ إلى هاكو حفدية وحان كويدين يا حد كور أنيقو جوغا ليبيا أيان شرد قلي أو وحان إيري حدي أن بدن إله إقبت بادي وحان كفال قادة يا أغون مركا إله نوائي فوضي مركا شيخ صدق شرد كاسي سون مكو بدلن كرا جزاك الله خير الحمد لله أتا شرط كنا من نذر كوحة ليرادو وحبذا ما كانوا ما بقينا على سر الحلو وإنما يستخرج به من البخيل قف بخير عباده رواي من بقلبي سلو طورا حتى وحي له أقرأ أسو السعودي حتى تصرت كعقش عبادة الله قد العليا سادرت بعلمات ويرادن أصلك ومكروه
لبا الشرط بعد قشي نذر كانوا كله أقوم من كفالة قاضي ونوع اللي نذر الطاعة وحتكون نذرتي وعش عبادة يا خيرة أنا تسميسو عبادة نذر الطاعة هذا اللي قلنا نذرينا واجب وحاه إلا فليه النبي صلى الله عليه وسلم حكسوا إنه من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي قفك الدم بيكون نذر وحبان ديري دول مياه يسن صامين قفك الصلاة دي الصون دي الصدقة دي كفالة دي مقاون كي لكفالة قاضي يكون نذر أنها سمعي أصل كوا واجب قفك النذر كي نوفو اليوم ردي لاي شرط دي نذر كي أسمعي وكون نذر أسمعي هديو سن أوودين لقال أحانا لعذا إنو سن أوود أولاهين دي ربي بعد أن نذرتي ربي بعد كالا حساب تامي دونا دي هنا ذن كريني إن كلا نسيقا كوك مركا قفك كفارة يمين كفارة قد كي نارتي طبان مسكين إن لا قوذي أما لا عرد بحيو هد أما دون لحوريو إنت هدان لا أوودين نصدح ما موضل الصومي أقود إيسايو أقود بيسايو ونبو عيسر وكيلها وكفارة وكفارة يمين نذر كفارة قد كي سيسيقا نارتي وكلا يتوي بالله توفيق السلام عليكم شيخ وحن ربا إن هذا إيشار حدو الصلاة تصبيح ده حل قلتو كان أيو سؤال كان يوقف كان سيد بريق وحي وليا حدي آم بالله وصوان كودع مجوجين كرامسه وادن بيهدان جوجيو جزاك الله خير الحمد لله أحمد والله السؤال سؤال شو الصلاة تصبيح قر ما لتو كان كرا قر تصونا كمطلق قال لتو كذوي أو قاد النهي جا وحنا هاي ولا تو كان كرا يحبين يا معلن الله ضبع حبين كن ولا تو كان كرا معلن تن ولا تو كان كرا أو قادي صلاة صبح كذي بلا قرحة صور دراتو عصر كدي بلا قرحه أي وضع دعه يحل جبرتمها مالنتيا قف كان مكتشو جنسرن تا وقتي وتكن كرا عشان تا وقتي وحناين بلا تكن إياه كم هو السنة وأنا السنة كمطلق اللي لازم وقت جوان لهين كوا أسباب ترى كمد مع صلاة التسبيح ووقت جوان ده ملها سبب جو أنا يكسونا كل نقاط كحرن تهين مشرت بكو حالة تكن كرا وقت كستا وسنة كافرا أما مطلق اللي لازم تكن إياه لتكن إياه بمعنى أو قاضي صلاة الله إسكره بين لما تكن كراسية صلاة هذا صونا كمطلقة فرانة وقت لهين أن لا تكن كرين بالله التوفيق مدى ودعة قفك دوب بالله بين وتشوتشي مدن بيبع مايا ودع واسنة لحد شوال الله صوم صونا كنا نبي أنه حكسون على سبيل نجري الصائم المتطوع أمير نفسه قفك الصوم من الصنة الصوم من السجع مرحى سوا مرحى بأمرك كامرين لا تعا السجع محلو وجهي لا سقى ما راح يسواه ان شاء صام وان شاء افطر دور رمر وسوميا دور رمر وسكدينيا سنن كان سيدودا با سمينتودنا الى ديرتي لو سمي اجر با لغا هلا حتى ان سقى با تكتنا سنن كان دنبي ماها سنن كان من ودعو كميت بالله توفيق واتاي داودايال ولي waxayna ku guda jirnaa qaybii dhexe ee barnaamijkeena kulanka shibload inoo go barateen todoba dolbahaadaha iyo kale barnaamijkana waa halqadii 69aad daawada hadii aad doonaysaa inaad barnaamijkan naga qayb qaadato waxaad su'aalahaaga inoogu soo diri kartaa ciwaanka shaashada idin kaga muuqda kulanka shibload Somali Cable TV aan barta inuu Facebook ka kulanahay waa kulanka shibliya Somali Cable haatanna sheekh waxaan ugu gudbeynaa su'aalaha inoo soo direen walaalaha madrasada 104 bar ama baro assalamu alaykum waan idin salaanay dhamaan shaqaalaha Somali Cable iyo sheekh maxamuud maxamed shiblo aan ilaahay darti u jecelnahay inta kadib sheekh quraanka wuxuu sheegay in ay jiraan dad wanaagooda iyo xumaantooda isla ekaan doonaan oo maalinta qiyaamo ku xayirnaan doona darbiga u dhaxeeya naarta iyo jannada ee sheekhu dadkaasi ma la sheegay halka ay ku dambeyn doonaan jazaakallahu khayr alxamdulillah ahmed markaa ruuxan dheeraa allah idin jecelaado marka labaad quraanku dad uu sheegay way jirtaa ashaabul araf la yiraahdo laakiin inay yihiin dambigooda iyo xumaantooda iyo wanaagoodu sinnaaday quraanku ma sheegin waa tafsiirka ugu mashhuursan ee culimadu u badan yihiin in saa lagu fasiro fasirka culimada u badan laakiin aqwaal kale oo fara badan baa jirta culimada qaarkood ilaa 6-7 gaarsiiyaan waa ya ashaabul carafku ashaabul carafku waa ayo waa masala khilaaf badan ay ka jiro khilaafka badan bay culimadu u badan yihiin in dad xumaantoodii iyo dambigoodii sinnaaday ay yihiin quraanku wuxuu sheegay qofka xumaantiisu badatay inuu naar mudan yahay qofka wanaagiisu batana janna mudan yahay kuwa ay sinnaadaan wax sariix uga hadlay hadda ma xasuusto ma jira ma dhihi karo laakiin hadda fadhigan iguma soo dhacayo haddaan dib ka xasuustana waan sheegi doonaa marka asxaabul acraafka wayaan u malaynayaa su'aashu waxay ku socoto wabaynahumaa xijaabun wacala alacraafi rijaalun yacrifuuna kullan bisiimaahum kuwa aayadda lagu sheegay تفسير كا
حمان توضا يسمى هذا السنادي وتفسير كعلماء وبديهين قرآن مشي مسألة كبروي قلبك الله بعد محقق كدام بين دوران جماهير أهل العلم وحي قوان كنا يكدام بين دوران قرآن كحوشة يدد كل بعض عم بين نقن قلنا بيلد حكى به مشرت فريق في الجنة وفريق في السعير وحكى الله شيء نصوص تيم بدن شيء نار وحاج على إن الله علي أنت حمه هذا بدتي لكن كنا ذا وحلا شيء إن يقال يان ضل لم يعملوا خيرا قط نذكر خير بس ما يان بدنه ذا خير بس ما حتى كنا إن يقال يان ولا شيء آيات كالسياق وذا إرية ذا قرآن كأديك سدينا علم ذو حي لذين ولا قد دامين كرا لم يدخلوها وهم يطمعون مين إنجلين فكنا ويك قوان موقف كآخري قيام هذا اللي تشوفي هل كاتاجي يهين كوي النار تجلي المؤمنين تاها عمل كذا خير كيه يراضي بابا آخر كلا جس وصار ياي كوي يجا كحسن هذه أجر بدنا ودم بيجودي النار لبجلين من باب أولى كنا هنا يقلان إن وقت جوان تهاي يجدي مناسبة جوان يحجوا قارة إنه يهينه وحال لقى فهمي كرا لم يدخلوها وهم يطمعون ولذلك علماء قارك فسرين لم يدخلوها ولما نيجلين وهم يطمعون ويرتشينيان رتشيك قبان دي بقرآن كعب لي إن الرتش كل رتشوي هنا كنا ذا جليان كوجي كدم ببنايا النار قالن أنت لقى سو صار كنا لا جليي إلى علماء قارك ذا إلى هذان جزما والله با مثلا خلاف بين الجليي ما هي علماء قار إلى هذان أخيرا قرآن كعلامة هي أصلها هي رياضة واستعمالي iya qaacidada jannada iyo naarta lagu galay iyo muslimiinta qaybahooda marka la eego waxay ila muuqataa una badan tahay jamaahir ahli cilmina qabaan jannada inay ku dambeyn doonaan wabillahi tawfiq wa tahay inta ay inoo gudbeyna su'aali ay noo soo direen walaalaha madrasada 114 bar ama barahaatana waxaan u gudbeyna su'aali kale assalamu alaykum walaal waan idin salaami adiga iyo sheekh aslan kadib waxaan joogaa norway waxaan shaqo ka helay dukaan lagu iibiyo cunooyinka nooc walba oo ay ku sugu jiraan oo ay ka mid yihiin kuwa xaraanta ah sida qamriga iyo qansiirka waxaan sameeyay maqle fadwo oranaysa hadii waxa xaraanta ah ay badan yihiin waxa xalaasha ay ka badan yihiin waxaad sameyn kartaa intaad qiimeyso qaybta xaraanta intaad badiso ayaad waxaad ku bixin kartaa meelaha caamka ah sida daraadeed waxaan rabaa hadii ay jirto arrinkaasi iyo guud ahaan tukaamada cunada lagu iibiyo ee dhulka gaalada ka shaqeyntooda maxay diinta islaamku ka qabtaa jazaakallahu khayr alxamdulillah halkan labo kala qaado ninka la yiraahdo axmedo khairallah ku siiyo salaad koobaad in laga shaqeeyo mabanaanta waxay ku xiran tahay dukaamada iyo intee leegtay baaxadooda iyo shaqadaad ka shaqeynayso inay wixii iswada galayaan oo ka wada shaqeyn inaad qayb ka shaqeyn dukaamada qaar baa adoo waaweyn qayb dhar ay leeyihiin qayb elektroniga ay leeyihiin qayb cunta ay leeyihiin supermarketyada waaweyn baa jira dadka qaar baa elektroniga ka shaqeeya qaar baa dharka ka shaqeeya qaar baa waxyaabaha khudaar ka shaqeeya qaar baa cabitaanada ka shaqeeya qaar baa hilbaha ka shaqeeya kuwa saas oo kaleeta adigu qaybtaada haddaynan ku jirin qaybta xaraamaadan ka shaqeynaynin dukaanka saad u weynay dukaamo badan oo la isku daray ama la isku furay buu la xukum yahay qofba qaybtu ka shaqeynayo xukunkeeda qaadanaya qofkii khamri ka shaqeynaya dee khamriga waa xaaraan qaybtaas qofkii bire iyo maacuun la gaday iyo qofkii dhar la gaday iyo ka shaqeynaya dee elektronigaas iyo wixii xalaal xalaashka soo qaadanaya mar haday camalkii munfasil kala baxayaya qofkana qaybta camalka uu ka qabanayay uusan xaaraanta uusan ka shaqeynaynin qaybahaas oo kale waxaa uun ishkaal si guud u gelayaa qofka kaasheerka ee tan iyo khamriga lacagteeda qabanaya qofkaasi baayicaha waa mushtariha wey ninkii iyo qofka iibiyey ee meesha iibinta u fadhiya waa adiga kaasheerka khamrigana toban kale lacnaday kan iibsanaya kan iibinaya ka mid a qofka wax walba ay soo marayaan baa ishkaalka ishkaal u badan qabanaya dadka inta kale ee shaqadoodu kala baxsan tahay qof walba shaqada qaybtuu ka shaqeeya xukunkeeda xalaal iyo xaraam buu qaadanaya taa masalada koowaad haddiise wixii uu isku dhafaya ama isku dhex jiro oy tahay dukaanka maradaad ka shaqeynaysa khamrigiina waad ka shaqeyn doofaarkiina waad ka shaqeyn shaqada xaaraan wey khamriga ka shaqeysana ma banaana tubaaka iyo sigaarna ka shaqeysana ma banaana doofaar iyo bakhti inaad ka shaqeysay wixii lamidna ma banaana shaqada xaaraan wey taasi waa qayb qaybta saa'ilku uu ka hadlay oo waa la bixin yidhi ma aha shaqada xukunkeedii shaqada xukunkeeda xaaraan wey
wixii ka soo galeen xaraan way xaraantii soo gashay seenis u dhaafiyaa way dambigi waad ku jirtaa dambi labaad inaad cunto way shaqadii dambigeed qabata waa dambi xaraantii ka soo xarootay xoolahayd inaad cuntana dambi labaad way dambigaa labaad xal u helistiisi way kii hore xalaalayntiisa maaha fatwadani hadday dhacdo xoolo xaraam inay ku soo galaan ama xoolahaaga qayb xaraam inay jirto ama shaqaha kaa soo gasho ama musuqmaasuqa kaa soo gasho ama laaluusha kugu soo gasho ama ribaha kugu soo gasho siyaabo badan bay xaraamta kugu soo geli kartaa qadarkii xaraamta haddaad garanayso qadarkeedii baa isdhaafinaysa ama nusa noqdo ama ka bato ama ka yaraado su-aashan dambe marka dariiqatu taxallul waxaa la yidhaahda wey seebaad xaraantii gacantaada soo gashay uga xalaal noqotaayo cunitaankeeda uga badbaadaysan ugu dambaabin baa xal iyo qiir lagula raadiyey qasabna maaha inay shaqo keliya kaasoo gasa siyaabo kale kuu soo geli kartaa laakiin shaqada laguma xalaalaynin wabilahi towfiiq waa tahay jazaakallahu khayr waxaan filayaa inaa masaa'ilkaas uu ka jaahil baxay su-aashu ina soo weydiiyey asalaamu calaykum waan idiin salaamay walaal adayga iyo sheekha waxaan sheekha weydiinayaa tusbaxa maxay shareecadu islaamku ka qabtaa aniga waxaan ku tirsadaa markaan tasbiixsanayo waxaana la igu yiri waa bidco ee ma bannaan yahay sheekho jazaakallahu khayr alxamdu lilah masalada tusbuxu waa iska masaa'ilka ijtihaadiga ah ee khilaafu ka jiro culimmaduna ay isku hayaan markay tusbaxun keliya tirin ay taheen wax kale ku lamaaneen culimmada qaar qaba inuu bidco yahay mucaasiriinteenna ahi waa jiraan sida alfaqiih almuxadid maxamed naasiruddiin alalbani oo kaleeto silsila daciifa raqamkii garan maayo laakiin xadiidka nicmo almudakir subax markuu ka hadlayo buu kaga hadlaa waxaa ka mid ah alfaqiih alcallaama raximahu llahu tacaala bakr abu zayd kitaabkiisa asubax xukmuha wa taariikhuha tusbaxa taariikhdiisii iyo xukunkiisu kaga hadlay culimmada qaar kaloo iyaga ka horeeyey ama la joogay xilligoodii oo qaba inuusan xaraam ahayn haddaan wax kale lagu dardarinna way jiraan waxaa ka mid a imaamu suyuuti risaala wuxuu leeyahy layihaha alminxa fi subxa alminxa fi subxa majmuuca fataawidiisa alxaawi filfataawil ay ku dhex jirtaa una axaadiis culimmada saxadooda iyo dacfigooda laysku hayo bir laftibir iyo wax lagu tirin jiro sunan tirmidi ay warinayaan iyo lagu warinayo bacdu ummahaat almu'miniin laga warinayo way jiraan xataa haddaynan saxiix ahayn ama xasan gaadhaynin fadaa'il alacmaal in loogu dhaqmi karo aathaar badan oo taabiciinta iyo laga soo guriyo dhagxan wax ku tiriyana way jiraan culimmada mucaasiriintaana ragga aan qabin inay bidcad tahaye gacantaa ka fiican laakiin laa ba'sa bihi qabayna waxaa ka mid ah asheekh alfaqiih raximah llahu tacaala cabdilcasiz bin baas baa ka mid ah aniga qiimeynta markii aan aqriyo inta ilaas raajixa ah inay bannaan tahay wey laakiin gacantaa ka fadli badan oo nabigu cala slam gabdhuhu wuxuu ku yidhi wacqidna bilanaamili fainahuna mustantaqaatun mas-uulaatun mustantaqaat gacanta ku tasbiixsada waay iyaga aakhare la weydiinayaayo jawaabaya faidadaasay leedahay haddiise tusbuxu tirin uu ka baxo oo in la dhunkadoo la barakaysta uu galo oo subaga la mukhuursiiyo meel la geliyo oo isagii ilmihii taabta sidii mushaf wax taabtay oo kaleeta laga dhigo oo hadduu dhul ku dhaco la naxo sidii kitaab mushaf oo dhacay de masalada masale subxi tusbax maahe masale ka baxsan oo barakays iyo xadka saaritaana wey taana lama ogola tusbaxna waxaa lamid wax kasta wax lagu tiriyo haddii bahashan hadda farta la gashada ee dhagdhag laga siiyo oo kaleeta xukunka tusbaxay qaadan iyo waxa lamidka marka aniga inaan dhib lahayn gacantuba ha ka fiicnaatay baa raajixi ilaa wabilahi towfiiq asalaamu calaykum sheekh waa gabar soomaaliyeed waxaan dhalay wiil aan wax meher ah ku dhalan wuuna ii joogaa wixii horena waan ka toobada keenay ee toobadaas ma laga aqbalaya jazaakallahu khayr alxamdu lilah nacam ha ilaahi subxaanahu watacaala waxaad samaysay waa gogol dhaaf gogol dhaafkana qur-aanku markay dunuubta waaweyn kamid tahay uu sheegay haddana toobadeeda in la aqbalay uu sheegay suuratu lfurqaan aakhirkeeda waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar wla yqtuluuna اnafsa اlatii xaram اllah ila bاlxaqi wla yznuun wman yfcal dalika ylqa athaman yudaacaf lahu اlcadaab yوm اlqiyaamati wyhrud fihi muhaana ila man taaba waamana wacamila camala صaalixa faulaaika yubadilu اllah sayi'aatihim xasanaat xumahii sama ilahay ugu bedelaya haddii toobo saxay toobad keena qofku rag iyo dumarba waa laga aqbalaya waxaan sugan nabigeena calayhi salaam gabadh inay sidaasoo kale gogol dhaaftay iyadoo uurla ay u timid oo dad yidhi gabadhan ha lahaya intay umulayso markay umushaa loo keenay wuxuu yidhi suga ha nuujisay intuu ka maarmi karay markuu ka maarmi karaa loo keenay kadib uu nabigu rajmiyey salaadii ku tukanayay baa waxaa la yihi seed ugu tukan waqad zanad wuxuu yihi innaha taaba towbatan
لو قسمت على أهل المدينة لواسعته غير مدينة ودن ديق لذي لذي قيبه كمان هذه الزينة ولو الماء يكون شيء كتوبة كنيس نك التوبة ويفرنت هاي إلى أهل الذنوب تردن بو توبة كانا وتوبير الله جميعا أيها المؤمن العالم كنتم في الحنة إن الله يغفر الذنوب جميعا كام بكم تعب الله توفيق السلام عليكم ورحمة الله إذن ما هذا علينا يا دمانتين ما هذا نكذب وحنا شيق ويدين يا هبين والبا مركا أنا سيحضو شهوة يا إيقات ماذا أنيق كردد وحنا صوت وسا أنيق قويان مركا ركا أنا حدنا وان إسكا بدلا وان ميرا مركا شيق وإيقا جاهل بحب العرين كاس الحمد لله مسألة وحيكو حرانت بيها شهوة ما نجاسة مسماها مسألة خلاف علماء إسكو هيانا هذه وليل وان نجاسو تدركنا ضغضين نخون هذه النجاسة ما هنا إن أسكن نظيف سوي في عن تهي لكن واجب ما هو صلاة ويكوا صحيحة طبعا تركي ويكم موقنا إسا تركي ويكم موقتنا لا د عشر ده لو أنا وحيت النبي عليه السلام بيا شهود ومريض السجارة هذا كوك الله لنا عديها كروح قشري هذا قويه وبرنا ما كنا قشري وكنت أفركو من إذا وحنا كحق قشري بيتري النبي مريض عليه السلام مركا قرن تان دقو بيسو مالي هنك دقي قيونته وصلاة كوادي شري صلى الله عليه وسلم تاسو حي علم ذو دري الشذين إن للنظافة مياه مثل النجاسة والجمهور تحو دري شان للنظافة نيت ما دام وحي مركا يقلا شيء لحق يون لدقين مركا أنا يا جمهور تقول كذا راجح لا وصيلة صحن إن النجاسة هين لكن الدي سيدة النبي قال له دقي شري النظافة دعوة وحي كين إسا إن هذا سكر دقو حديث هذا كتو كتو مركا كجاري ويدو أما سكر دقي ويدو أما كبير عجت وقت غاس لما رسالة ويكوها صحيحة وبالله توفيق السلام عليكم الشيخ وان الدين سلامي هذه قيادة ديها برامج كسراء كدب الشيخ وحن كويدين لحادة ليرادة دور كأما فودة سميسة مكان صح ميسة سلاة جزاك الله خير الحمد لله ها هرت سلاة ويا صحيحة دي سرود هذه أركان تذكر الاليان قاب كتماها الله حيرو يا قاب قفك الدنبي كالي وقال حديب الدنبي النقوتو يا صلاة الصحيحتان كيدي اسكم حرنا وحي كلنا وادنبي صلاة دانا وحي لها ذا هاي سيئي كواس هذا الشروط بي لها ذا أركان بي لها ذا هاي قابلوتو كذي لها ذا هاي هذي وقاب كيرنا مايستري أستر كذي وحي ذا دونا مايستره صلاة دي سوية صحيصة أما دور كانوا اللبا حي دادحنا دي اسكو شبه هايو أما تيميه قيبنا ينو حيري قيبنا كتري أي كيني سلام وقلوا قزع النبي وحي سنو دكم وقعوا عليه السلام نبي قنو الرهب إنها عن القزع ليري تيميه قيبنا اللي حيري قيبنا اللي داي وحنا نقول لهم وذا حيرة أما وذا داي طاين قال يا تشبه التحريم يا قال ما هنا صلاة الصحة هذا ما حب ما دي ما يسوي بالله توفيق وتعالي سؤال شو قدام بس عن دوري إن برنامج كنا كوسوا أفمرنا السلام عليكم وأن كسلام أي شيء سلام كدي وحنا حاجة برس وماليا دو إلهي درتي كوج على كنا نول مجال ده نيروبي يا ذلك كي شيء وحاجرتو إن نينجور سدي وحنا كيمد ودم هذا رجال بيت ككدي بو لابتي وهذا وحي إجمع قيها هي كل واد مدلل بس أنا وحنا حاجة كوكا بحاس كلا وحنا كعد سدي إن عن حل ميركو ضار نول عنا مش هيدون تبع تسنو ويمير ميرنا وحول لي هاي محا كام قوام كبيرة وحكلو كام قنمي أجرتنا waxaan uga baahanahay xaqiiqa isna ma aaminsana in uu dambiga galayo ee sheekh oo diinta islaamku maxay ka qabtaa arrinkaas jazaakallahu khayr alxamdulillah ahmed oo tan oo kale marar badan waa talayraada soomaalidu tiraahdo gaama geer jira hoos baa loo dhaqa dhinaca sharciguna waa gar iyo xaajo gar naqsi oo laba qof dhex taalo masalatul qadaa wal xukmi way oo isagii la tisay in la weydiiyo la xaqiijiyo u baahanta inta marka laga soo tago هذا يصير عرنا وتوش إذا أُجرتوا. كبرضو جر وما له هنا اعتراض إسكون ما له نكون ولا عنه لكن وحي جر ولا هنا اعتراض حق يجانو بهنا. سوى حق يسوق جذان الحق إذا جذان لها هوان كاد حقوق سمن أسين لا حق تشوجي تانك يجوري يجوجشة يجوجوري باريجا. سوى لا جرها بقى. دو حقا سنة تشوجي حقا سنة تشوجي دو حقا ليه بلو تشوجي حقا ليه بلو تشوجي iyada xuquuq masarif iyo reernimo iyo cadaalad bay ku leedahay tii haduu isagu iyagoo laba wadan kale joogay ka soo bixi karo sharci ahaan uma laha xaq inay tiraahdo ilaa wiil la isku meel inaan joogna waay ama si kale hadii loo dhigo anay inay dhoofisa waay ama reerki kale soo celiso inta marka laga soo tago kadib isaga iyo iyadu inay ka heshiyaan oo isfahmaan oo wax ka soo cafiyaan bay ku fiicanta haddiise halkaa intay dhaafto garnaqsi iyo mindir noqoto gabadha dariiqa u furan waa maxkamad sharciye qaaday inay tagto inaan waxba ka been sheegin isagoo jirta u sheegto
محكمة دون يسقي أنت الله حرير تيسقي يا معدو صوا كشيء كحقيقة صو مركا كدي بهذا يسير هذا الرنية على طي حق ولا محكمة دون فسق ويسين كرتاه وبالله توفيق gudahan daawada ila inta aynu ku soo afmeereyna barnaamijkeena kulanka shiblo aad inooga barateen todoba dalbahaadaha iyo kale ugu horeen waxaan u mahadcelinayaa sheekh maxmuud maxamed shiblo aad ii jeer waqtigiisa qaaliga ku bixiya su'aalaha aad inoo soo dirtaan sidoo uga jawaabi lahaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhamaan tiimka Somali Cable ee magaalada Nairobi ugu horeen engineer Cabdiraxiin Nuur Iimaan Darbo aad ii jeer inaga xaqatira dhanka farsamada iyo kaamirada ugu dambeena waxaan u mahadcelinayaa dhamaan daawadayaasha Somali Cable meel walba caalamka ka joogan gaar ahaan kuwa sida tooska ugu xiran barnaamijkan tan intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waani waa Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqay شيخ محمد محمد الشبلو إن الله سيدا إيو النباد قليو نولي كولانت وانا الله صحيح كرا مركا قول كنونا إنو صحمو باسالة نبقى صلى الله عليه وسلم مربضان صحانك كشيقني وحو يري أي ممرات نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قف كستو دمر وقول ستا ولي إذن لا أنت نكاحه باطل وي هدي إيه دعاده إن عدك لوليجي أمقاية هينا سيدة دي مشهور كحديثكنا تلمامي فقادينا شافيذنا إيقابان فسلطان ولي من لا ولي له وي قاضيجي شرعيقا هابا لوريغي دي إنتا لوغا هاي مالا بادان قرباها وباداني بادان كوت كمتشر وقاضي شرعي وشرودي بوحين كرية تن وليجا مقنان شيه سيه وايتان كي سنة إلالكي أسبابتي اللي يريوان لو قورين كرا وليجا مقن wax badan ba zuulay ahkaamtuna cilalkeeda la socota hadii la lahaa wali masafatu alqasr jira ila 100 km ama wax ku dhow jira waan telefoon iyo fax jirin in la raadiyo goor soo noqona war loo hayna suugitaankiisu waxa ka waxay ahayd hadalkeedu macna fuqada macnahoodu haduu xataa wax yar ka sokeyo masafatu alqasriga in la raadiyo ama la sugo hadda isoo masafadii jira baka magaalada kula jooga isku mid yihiin telefoonka halaw ay idin wada dhaxaysa xataa muqaalka la arkaya mararka qaar kood wadanka gudhiisa inaad wacdo iyo mareykan iyo dibadaha Yurub inaad wacdo wadamo kala mid ah isku kharash way wadigi ba inta telefoon lagu la hadlo ba guriga aad joogtay qofka ka baxay intuu san wadada gaarin daqiiqada gudahood qofki heli kartaa marka mashaqadi iyo adkaanshihi helitaanku haduu meesha ka baxo ومسائل كعلماء أن هذا أي كلام فقاد رحمة الله معاصرين تقول لي هذا تقنية الحديثة تكنولوجيا أن هذا هو مركه هي مسائل كهرة على الكودي خلاف كودي سامين تكوي لنا يحكى بدل كذا كمتها مرك طالفت هذا هذا فقه هذا إلا ضع قصة ليان هذا علة ديوازوش قاعدنا وحيد الحكم يدور مع علة وجودا وعدما مرك ولقين للراديو ويقول كان دي بص إحنا كان كذا وبالله توفيق السلام عليكم شيخ شبلي دادية برامج كوان دي سلامي سلام كدب وحان شيخ ويدين يا معلم مال معك كم يا وحى يقول عادي عادو كدبنا سدح مالي كدب أيان اسكوا يا عادي maalmi hi salaadihi subax iyo dhuhur iyo asr ma aanan tukanin aniga oo gadan lahaa in ay iga dhamaato in kale markii dambe salaada asr ayaan qubeystay cishe iyo maghribna waan tukaday habeenkii haajiga xaalad googleed ayaa ina dhaxmartay subaxii markaan soo toosay ayaan isku arkay caado kale marka sheeq salaadihi wixii xiriir ee googleed ina dhaxmaraan ninkeyga ma dambi ba hadayse dambi tahay maxay diinta islaamku ka qabtaa arrinka inaan ka sameeyno jazaakallahu khayr alxamdulillah أحمد أو سؤال سيدنا وكالاتي يورتا لوارح موت با سالوة كدب وحياوها كالا إيادي كفر عميا لوارح موتنا واقاب كالقبردو عاددي كل عيش جرتي إنه كالقوة دي طاهر نقطة يكو غان جرتي قبردو هادي مددي أي هين جرتي ونا ماتي ليقين إسكويدو ويتهارا قادا صلاة هذانا ويتوكن حريركا قوشن حلال وي hadii xilliga kadib hadana dhig la arko dhig furan way caada maaha maadaama waqtigeedu caadaha uu dhamaaday daahirnimadiina ay aragtay hadaba xisaaladahan way tagen ay leedahayna haday ku soo aadeen dhig iyadoo iska weyday waqtigii hayn jirtay caadaduna ay dhamaatay oo mu'taadiy ahay waxa la yiraahdo salaadii way qadaynaysaa waa lagu lahaa markay dhig iska weyday waqtigana dhamaaday ay degdeg u qabaysatay hadiina waqtigeedii dhamaanin asaahate astaanta dhiiggu inuu dhamaaday ee luqada carabiga ee qusal bayda lagu yiraahdo ama dhacaanka xad ee aakhirka yimaada uu yimid way astaanta markay aragtay kadib durbeen ay qabaysatay salaadaha tukatay ahayd haday sidaa salaada kaga tagana way qadaynaysaa
لبضع منا هذين هينو وقت جايدين الدمانين أستانتي الطهري كان أين أرق صار ظهر لقوم له حكم الحائض حساب أنت حيل كان هي كان دمبي أرك دون تماني كدمبلا وايسكو هذا مت أنت أي أم لا يسي أنت يسكو أرك ويدي ظن جايدي يا ملها هذا أبتي إنه كجو أينا إن قبيس توايا هاي يا صار هذا هاي تكتي حرر كذا إنك نحمري إنك حرر كذا نحمري دم ملها دم بماها لكن ملها ذي ما وحون نقانا يا مدام أستانتينا نارك مددينا كذا معنن دي جينا صول لابتي ملها ذي ما خلدنا نيو وحون نقانا يا لا عبرة بالذن البين خطأه ملا إعداته إنه قلدنا سيتي جشية سي قبسي وحكوسي سلاين دم ملها وبالله توفيق جزاك الله خير سيدي وناكسن دوغ جواب السؤال اينو سو درين داودياشا السلام عليكم شيخ واهويا سوماليات شيخ وحان اسغورسن نين كديب وان كلا تغنا لو بلود كديب انيغو عددي كو جيره ايو نينكي دنتي ماركا شيخ وما اسايبا نو قاديا مس عدداس ايا نميسن يا جزاك الله خير الحمد لله احمد الله ومدويه نكاي كلا تغان سدخي دلقود هداي دماتاي وي دلقد يوغو دنبيسه هيتن اي عددهده كو جيرتي أصي قادم ميسو الددي دي بعد ما يسترن ويا وحش كل لعبة دي حرير وكده حيا بحكم شاري قبتي ملاحين هدي سيد القدي كوباد أما الله بعض هيد أما الطلاق رجع قال لي هذا وها أنت أنا حسوس تبيج مع أهل العلم العلم وحش كل رعسيهين إن أي تاس بابا أي سعد الددي هرة ويا سيء عد جيري سبدري هذا أور لي هذا هاي إلى يكو مشوي هدي كلانا أفر بلودي يتبن بريبه يسو قدي حلقا ودين تيبين أقب اللعبا طلاق يدو هدو رجعيها بمعنى دلاق لسوء عشان كرا هدوها وهي دلقدي كبابادة هيد أما تيه اللعبادة هيد انت أنا أقول مسألة خلاف كما تشيرو إنه يساء يسو بدل يسو وريغي سب الله يتوفيق السلام عليكم مقعيق وعبد الرحمن أوجوغ وجال الشيخ وحنك ويدين يا قور كما الصناع مسوى واجب جزاك الله خير الحمد لله قوركو لبح حكم بوليه si gud marka loo eego hoos marka loo galana ahkaam kala duwan buu yeelanaya guurka marka laga hadlayo ummada guud ahaan dad guursada oo tarmayn la helo waa waajib ummado dhanna guurka kama tagi karto heshiisna lama gali karo maamul iyo dawladna ma mamnuuci karto waa dambi guurka in la badiyo dadko dhan cid kasto oo kari karta guursatana waa sunna maraka qarkood culimadu qahr waxay itlaaqaan xukunka guurka inuu sunna yahay qolada wajubka xadiidka dhaahirka ibn mas'ud bay dariishadaan oo man istaata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj amarku waa wajub bay raadeen qolana waxa amarku ma istihbaab weeyo waajib ma ummadu qofku inuu guursado waa sunna sida guud ahaan ummada qayb guursateen la helana waajibaadka kifaayga ay kamid tahay culimada qaar ba waxay isku xukun siiyaan mararka qaarkood waajibka kifaaya iyo sunna al-kifaaya marka la yiraahdo qaar ba aathaarta ka dhalanaysa isku xukun siiya matalan fuqada shaaficiyada oo kaleeto salaatul jamaaca waxay yiraahdeen waa sunna muakada haddana ka tegitaankeeda waa la iskula dagaalamayaa sunna waxaa jira sidii xukunkii waajibaadka marka la dayaca qaadanaya markii hoos loo soo daagay qof qof la yiraahdana dadka qaarna waa ku waajib qaar sunnay u tahay qaar waa mubaaxaadka ugu jirta qaar makruuhaadka ugu jirta axkaamta khamsada ahayd buu qaadanayo billahi tawfiq assalamu alaykum dhamaan shaqalaha somali cable iyo sheekeena waan idin salaamay magacaygu waa qaliif xasan oo jooga jarmalka sheekh ilaaha ku xifdiye waxaan ku weydiinayaa hadda ka hor anigoo jooga liibiya ayaan sharad galay oo waxaan iri hadii aan badan ilaahay iga badbaadiyo waxaan ka faala qaadayaa agoon marka ilaahana waa ii fududeeyay marka sheekhu sadaqa sharadkaasi soon ma ku bedelan kara jazaakallahu khayr الحمد لله أتا شرط كنا من نذر كوحة ليرادو وحبذا مكة ينو نبقى نعلي سلام حلو وإنما يستخرج به من البخيل قف بخير عباده رواي مبا قلبي يسال له طورا حتى وحي له أقورا أسو سعودي حتى تسرط كاقش عباده اللي قد العليا سادرت تتبع علماء ويرادن أصلكو ومكروه لابا الشرط بعد قشي نذر كانوا وكالي أقوم من كفالة قادية والنوع اللي نذر الطاعة وحد كل نذرته وعشي عبادية خيرة إنها تسميسه عبادة نذر الطاعة اللي قلنا نذرينا واجب وحاه إلا فليه
النبي صلى الله عليه وسلم حكسوا إنه من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي قف كي الدم بيكون نذر وحبان ديري دول مئة يسن صامين قف كي الصلاة دي الصون يا الصدقة يا كفالة ما يقولون كي لكفالة قاضية كن نذر أن هصمي أصل كوا واجب قف كان النذر كي نوف اليوم رد لا يشرد يجي نذر كي وسمي وكن نذر وسمي هديو سن أودين نقال أهان هذا إنه سن أود ولا هين دي ربي بعد أن نذرتي ربي بعد كلا حساب تامي دهنا ده هنا ذن كرني إن كلا نسجع كوك مركا قفكو كفارة يمين كفارة قد كي نارتي طبعا مسكين إن لا قودي أما لا عرض بحيو هد أما دون لحريو إنت هدان لأودين نصدح مع موضل الصومي وقد يساي وقد بيسايو ونبو عيسى وكيلها وكفارة وكفارة يمين نذر كفارة قد كي سيسير نارتي وكلا يتوي بالله توفيق السلام عليكم شيخ وحن ربا إن هذا إيشار حدو صلاة تسبيح ده حل قلتو كان يو سؤال كان يوقف كان سيد بريق وحولي يحدي آم بالله وصوان كودع مجوجين كرامسي وادن بيهدان جوجي وجزاك الله خير الحمد لله أحمد والله بسؤال سؤال شوال صلاة تسبيح قر ما لتو كان كرا قر تصونا كمطلق قال لتو كذوي أو قاد النهي وحانا هي ولتو كان كرا ويحبين يا معلين لبضا هبين كان ولتو كان كرا معلين تن ولتو كان كرا أو قاد صلاة صبح كد بلا قراح صور ديراتو عصر كدي بلا قرحه أي وضع دعه يحل جبر تماها مالين تيا قف كان مكتشو جنس شن تا وقتي وتكن كرا شن تا وقتي وحناين بلا تكن إياه كم هو السنة وأنا السنة كمطلق اللي لازم وقت جوان لهين كوا أسباب ترى كم مع صلاة التسبيح ووقت جوان ده ملها سبب جو أنا يكسونا كنا قطوا كحرن تاين ما شرت بقول حالة تكن كرا وقت كستا وسنة كافرا أما مطلق اللي لازم تكن إياه لتكن إياه بمعنى أو قاضي صلاة الله إسكره بين لما تكن كراسية صلاة هذا صونا كمطلقة فوران وقت العين أن لا تكن كريم بالله التوفيق. مدة ودعة قف كذوب بالله بين وتشوتشي مدن ببعمايا ودعوا صنو لحد شوال صومو صونا كنا نبي أنه حكى صون على سبيل نجري الصائم المتطوع أمير نفسه قف كصومن صن الصومن السجع مرحى سوا مرحى بأمرك كامرين لا تعا السجع محل وجهي لا سجى ما راح يسواه إن شاء صام وإن شاء أفطر دور رمضان وسوم يا دور رمضان وسكدينية سنن كان السيد وضبع سامين توضنا إلى درت الله سمي أجر بالله هلا هذا السجى بتكتنا سنن كدم بمعها سنن كامل ودعه كميته بالله توفيق واتهاي داو ضيال ولي وحين كوجد جرنا قبي دحى برامج كيني كلن كشجر يا قفك كاشيركا يا تاني يا خمر جل عقد هذا قوانية تقفك أسي بايعها ومشتريها وي ninkii iqofka iibiyay ee maashi iibinta u fadhiya waadiga kaashiirka khamrigana toban kala lacanaday kan iibsanayay kan iibinaya kamida qofka wax walba ay soo marayaan ba iskaalka iskaalka u badan qabanaya dadka inta kale ee shaqadoodu kala baxsan tahay qof walba shaqada qaybtu ka shaqeeyay xukunkaada xalaal iyo xaraam u qaadanaya taa masalada koobaad hadii sa wixii uu isku dhaafayo ama isku dhaqay dhex jiro oo tahay dukaanka marada ka shaqeynaysa khamrigina waad ka shaqeyn doofaarkana waa ka shaqeyn shaqada xaraam wey خمر كاش قيسنا ما بنانا طباقي سيارنا كاش قيسنا ما بنانا ضوفار يا بختنا كاش قيسي وحلا منا ما بنانا شق هذا حرام وين تاسي واقيب قيب تسائل كوكا الله يا والله بحين يري ما هالشق هذا حكم كذي شق هذا حكم كذا حرام وين وحين كاسو قلين حرام وين حرام تي صوغ شيء سان سوق نافيا وين دم بيجي واد كوتشرتا دم بيلا بعدين على حنتا وين الشق هذا دم بيجي قبته ودم بي حرام تي كاسو حروتي حولها إن هذا عن تنا دم بالله بعض وعي دم بقال الله بعض حلو هريستي سوى كيها رح حال علي أنتي سماها كيها رح حال علي أنتي سماها فتوى ذني هذاي دعوة حول حرام إنك سوى قالان أم حولها قايب حرام إنك شرت أم شقها كاسو قشو أم صو ماسو كاسو قشو أم اللالوشة كوسو قشو أم الرباح كوسو قشو سياب بدن بحرام تكوسو قلي كرتا قدر كي حرام تهدد قرانا يسو قدر كي ذيبا سنافين يسا أم النص النقض أم كبطة أم كيرادو سواشان دم مرك طريقة التحلل وحل إلى هذا وي سبب الحرانتي كعنت هذا صوغ الشيء وحل على النقطايو عنيتان كذا وجبت بعدها وقدم بابين بحل يقيل لقول الرهذي قصر نما هنا الشقة كلي كاس وجلس سيا وكل كوس وجري كرتا لكن شقة الله هو محل على ينن وبلا توفيق وعتها جزاك الله خير وحن في ليائنا من سائل كسو كجاه البحي سواش نسوي دي السلام عليكم وان دين سلامي ولا لديك يا شيق وحن شيق ويدين يا تصبح محي شريعة الإسلام كوكا قبتا أنيقا وحن كتر سدا مركان تصبيح سنة يا وحن اللي يقول وابدعو اي ما بنايح الشيق وجزاك الله خير الحمد لله
مسألة تصبح وإسك مسائل كاجتهادية خلاف كجرو علماء رأيسكو هيان ما كي تصبح كلية ترين أيتهين وحكا لكل مانين علماء قار قبينو بدعيه معاصرين تيرناه واجران سيدا الفقيه المحدث محمد ناصر الدين الألباني وكاليته سلسلة ضعيفة الرقم كي قران مايا لكن حديث كان عمل مذكر الصبح مركو كهل لأيب وكهل الله وحكم ذا الفقيه العلامة رحمه الله تعالى بكر أبو زيد كتاب كيسة الصبح حكمها وتاريخها تصبح تاريخ ديسي يحكم كيسو كهل لي علماء قار كرويقة كهر ريي أما لتشوغي حل قودي وقوانو سان حرام هين هدان وحكا لغو دردار النووي تشيران وحكم ذا إمام السيوطي رسالة وحوليه اللي المنحة في الصبح المنحة في الصبح مجموعة فتاوي دي سالحاوي الفتاوي اللي كلها حجرتها هنا حديث علماء الصحة ذي الله في قدر الله يسكوها يور الافتبري وحلقو تيرين شراسون والترميدي يورينا يعني لقو ورينا بعض أمهات المؤمنين لقو ورينا يو ويتران حتى عدينا حس صحيحة هين أما حسن قارينين فضائل الأعمال إن لو قدق مكارو آثار بضان والتابعين تي اللي قسوا قريوا نحن وحكو تيرين ويتران علماء معاصرين تانا الرقا عن قبيلين بدعات تهاي كعنتها كفي عن لكن لا بأس به قوينا وحاكم ذا الشيخ الفقير رحمه الله تعالى عبد العزيز بن باز بحكم ذا أنا يقيمين أنت مركي أنا قريو أنت يلاس راجحة إني بنان تهيوي لكن قعنتها كفضل بضن ونقو عسلا قبلوه حكوجري وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات ومسؤولات المستنطقات قعنتها كتسبع صدا ويقع آخر لو يدين إياه وشوابي فإذا سيلا هاي هذه ستصبح ترين وكبح وإن لدن كذا الله بركة يستوى قاله وصوبة قال مخورسيو ميال لقليو ويساقي إلمه تعتصيد مصحف واحد تابطي وكالة تلقات ديغو وهدون كده على النحو سيد كتاب مصحف ودعي دي مسألة مسألة الصبح تصبح ميه مسألة كبح صار وبركة يسي يحد كساري تانوي تان الله موقلا تصبح أنا وحال لميذ وحكي استوى حلقو تريو هذه بحاشة هذا فرطة لقشة ناك لقاسيو كالة حقوق تصبح قاضا يا وحلا ميتك مر كان يعني نبله هين كعنتوا بهكفي أنا تبع راجح له وبالله توفيق السلام عليكم شيخ وجبر الصوماليات وحنا لي ويل عن وح مهرة أكون لنا ونيجوا وحي هرنا وان كتوا وتكينا إيه توبة اسم الله أقبل يا جزاك الله خير الحمد لله نعمها إذا سبحانه وتعالى وحات سامي سوى جوجل داف جوجل داف كان القرآن كمر كان يذنب تواوين كميت هاي وشاعي حدا نتوبة يدين لا أقبل يوشاعي سورة الفرقان آخر كذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حماه سما إله أبدليا هذه التوبة الصحية التوبة كان قفك الرقية دوم أربع ولا أقبليا waxaa soo gannabiga naxariis sallallahu alayhi wasallam gabadh inay sidaas oo kale gogol dhaaftayado uur la ay u timid oo dadir gabadha ha lahayay intay u mulayso markay umusha loo keenay wuxuu ri suuga han noojisay intoo ka marmi karay buu ka marmi kara loo keenay kadib uu nabigu rajmiyay salaad uu ku tukanay waxa la isaad ugu tukan waqad sanad wuxuu rina taaba tawbatan law qusimat ala ahli albuladin oo gabartayn tadwa dolbahaadaha iyo kale barnaamijkana waa halqadii 69aad daawada hadii aad doonaysaa inaad barnaamijkan naga qayb qaadato waxaad su'aalahaaga inoo soo diri kartaa ciwaanka shaashada idin kaga muuqda kulanka Shibli at Somali Cable TV ama barta inuu Facebook ka kulaynahay waa kulanka Shibli at Somali Cable haatan sheekh waxaan u gudbeynaa su'aalaha inoo soo direen walaalaha madrasada 114 bar ama baro assalamu alaykum waan idin salaanay dhamaan shaqaalaha Somali Cable iyo sheekh maxamuud maxamed shibli aan ilaahay dartii u jecelnahay inta kadib sheekh quraanka wuxuu sheegay in jiraan dad wanaagooda iyo xumaantooda isla ekaan doonaan oo maalinta qiyaamo ku xayirnaan doona darbiga u dhaxeeya naarta iyo jannada ee sheekow dadkaasi ma la sheegay halka ay ku dambeyn doona jazaakallahu khayr alxamdulillah ahmed markaa ruuxa dheeraa allah idin jecelaado marka labaad quraanku dad uu sheegay way jirtaa ashaabul araf la yiraahdo laakiin inay yihiin dambigooda iyo xumaantooda iyo wanaagoodu sinnaaday quraanku ma sheegin waa tafsiirka ugu mashhuursan culumadu u badan yihiin in saa lagu fasiro fasirka culumada u badan laakiin aqwaal kale oo fara badan baa jirta culumada qaarkood ilaa 6-7 gaarsiiyaan waa ayaa ashaabul carafku ashaabul carafku waa ayo waa masala khilaaf badan ay ka jiro
خلاف كا بدن بي علمادو او بدن يهين ان داد حمانتو دي يدن بيغو دي سن نادا يهين قران كو حوشا يقفك حمانتي سو بداتين ونار مدن يهي قفك وناقي سو بطانا چنن مدن يه كو اي سن نادان وح صريح وغه الله هذا محسوستو بچي رمال يهكرو لكن هدا فرقان يقوم صور دعايو دان ديبك حسوستانو عنوان شيك دونا مركا اصحاب العراف كويان ام علينا ياسو حيكو سعود وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم كو آيادا لغو شاقي تفسير كا حمان توضا يسامه وضا السنادي وتفسير كا علماء دو بدايهين قرآن كمشي سالة كبه دوي قضب كاللابات بحقاي كدام بين دونان جماهير أهل العلم وحي قبان چنة كدام بين دونان قرآن كو حوشاقي داد كاللابات عم بين نقون قولان بيال دحكا بحي مجرتو فريق في الجنة وفريق في السعير وحاك الله شيئا نصوص تيم بدن شيئا نار وحاق على إن الله علي انتي حموه وضو بدتي لكن جنادة وحال شيئا إنه قال إيان ضد لم يعملوا خيرا قط نتك خير بي بسامي إيان بدنه ضد خير بسامي إنه حتى جنادة إنه قال إيان وحال شيئا آيات كالسياق وضع إرأيادة قرآن كأذيك سدينا علمته وحي لاذن وعلاقات دامين كرا لم يدخلوها وهم يطمعون مين انقلين رجانا ويكا قوان موقف كآخري قيامة اللي تشوغي هل كاتاقيهين كوي نار تقالي المؤمنين تاها عمل كوذا خير كيه يراضي بابا آخر كاللغا سو سارا ياي كوي يغا كحسنا دي أجر بدنا ودن بيقودي النار لبا قلين من باب أولى كنا إنا يقالان إنا وقت قوان تهي إيا يجدية مناسبات قوان يحجوه قارة إنو يهينا وحالاق فهمي كرا لم يدخلوها وهم يطمعون ولذلك علماء قار كفاسرين لم يدخلوها ولمانا يقالين وهم يطمعون ويرجينيان يعني. رجيكا قبان ديب القرآن كو كعبري إنا يرجي كل رجي ويهينا كنا ذا قاليان يعني. كو يجي كدن ببنايا النار قالان إنتا لغا سوصاري كنا لقاليي إلى علماء قارك ذا إلى هذان جزما والله هو مثلا خلاف بين لجري ما هي علماء قارك إلى هذان أخيرا قرآن كعلامة هي أصلاً ما هي رياضة واستعمالي هي قاعدة تشنّد يا نار تلاقو قلي يا مسلمين تقيبه هذا مرك الله يجو وحي يرم وقتها ونبضان تا جماهير أهل العلم نقوم تشنّد نكون دم بين دوران وبالله توفيق وتهاي انت اينو قد بينا سوالي اينو صدرين ولا لها مدرسة بقول تواني افر برع ما برها تنا وحان قد بينا سوالي كلي السلام عليكم ولا الوان دين سلامي اديق ايا الشيق السلام كدب وحان جوغا نوروي وحان الشقا كهلي دكان لغو ايبي عنو ينك النوع والبو ويوك سوغو جران واي كم ديهين كوا حاران تأسيد قم رقاي قانسيرك وحان سيمقلي فضو اران ايسا حدي وحا حاران تاي اي بديهين وحا حلاشا ايك بديهين وحا تسمين كرتا انت قيميسو قيبت حاران تا انت بديسو ayaad waxaad ku bixin kartaa meelaha caamka ah sida daraadeed waxaan rabaa hadii ay jirto arrinkaasi iyo guud ahaan tukaamada cunada lagu iibiyo ee dhulka gaalada ka shaqeyntooda maxay diinta islaamku ka qabtaa jazaakallahu khayr alhamdulillah halkaan labo kala qaado ninka la yiraahdo axmedo khairallahu ku siiyo salaada koobaad in laga shaqeeyo mabanaanta waxay ku xiran tahay tukaamada iyo intee leegtay baaxadooda iyo shaqadaad ka shaqeynayso inay wixii iswada galayaan oo ka wada shaqeyn inaad qayb ka shaqeyn tukaamada qaar baa adu waaweyn qayb dhar ay leeyihiin qayb elektroonig ay leeyihiin qayb cunto ay leeyihiin supermarket adu waaweyn baa jira dadka qaar baa elektroonig ka shaqeeya qaar baa dharka ka shaqeeya qaar baa waxyaabaha khudaar ka shaqeeya qaar baa cabitaanada ka shaqeeya qaar baa hilbaha ka shaqeeya kuwa saas oo kaleeta adigu qaybtaada haddaynan ku jirin qaybta xaraam aadan ka shaqeynaynin دكان كساد ويني دكان ما بدن ولا يسكو دراي ولا يسكو فري ولا حكم يه قف بقيبته كشقين يحكم كهذا قادنا يا قف كي خمري كشقين يا دي خمري هو حاران قيب تاس قف كي برء يا معون لجدا يي قف كي نر لجدا يي كشقين يا دي إلكتروني جاس يا وحي حلال حلاش كسوق قادنا يا مرة دي عمل كي منفصل كلا بحية يه قف كنا قيبت عمل كه كقبنا ياي وسن حاران تا وسن كشقينين طيب هاسو كلا وحاول إشكال سي قودو
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسني دين هانتين بدا وضيال ومركلي برامج كين كلن كشبلو دين وقبرتين تدوا دول بهذا أيو كلي برامج كان أي هذه يشير وحن كل فقرنا أما بين كوس وقادنا سؤالي جواب الدينية سؤال دين وصو درتان وحا سوا في وقت جواب وشيقين وينشق محمود محمد الشبلي دا وضا هدي أدون سنة برامج كين أقرق قاتا وحد سؤال شاد دين وصو دير كرتاع وان كشاشة دين كغم وغدا كلن كشبلي أت سومالي كيبل لو تي في أم برتا إنو فيسبوك كلنا وكلن كشبلي Somali Cable barnaamij kan mar walba wuxuu idin kaga yimaada studiyaha labaad ee Somali Cable uu ku leeyahay magaalada Nairobi daawada barnaamijkan waa halqada 69aad assalamu alaykum sheekh السلام عليكم دمان شقالة سومالي كيبل الشيخ محمود محمد الشبلي واندين سلامي سلام كدب إلى هيدن حفديو مقعيق وإسماعيل محمد عبد الله أوجوغا مقال لدى مقدش الشيخ قبران إسجعلين أيا قيريوتي إلى هون حريستو مروال بوان وح صدقي سنة إيادة إيوالد كيغا ودنتا ينوي نيستاسي سمافلا صدقة سمحي دين تا إسلامكو كقبتا جزاك الله خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام والسلام ما بعد قفك مسلم كيهي صدقتي وبحيه ثواب كذي أجر كذنا وقف كلو مسلم أني يوده ويقاريسة ما بقى أننا صلى الله عليه وسلم وكل رجالي ذا والد كذا الدنتين إني كصدقيان وهو والد كين كصدقية بوير مركب وحيابها قف كذال كقال الدعاء ذيو صدقات لبحيه وعجر كوذ اللون يوذي الصلاحان انتان قرانا يا علماء لحوة خلاف كمجر رحمة الله عليهم جميعا تاسوا مدى قود مدى اللابات نكان يحاكم وغطى أحمد وبارني وآذو بضان والد كوالا قرت لكن قولي ليس قرسان وستعلا هديته كم وقتا نبغان عليه السلام خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إبراهيم ويان إلمها أي عرطي انت كلا نقول شيء وقت عذقنا إسلا صوى مرين انت إنما تكدب وحسوسا شري مركاس ودتك صاحب هذا ذها بو صدقاتنا هي هدايا ندري شري مركا دي والد كان بارين لو نقضى ويفي عن تهاي قفكي وانا لذين كان لحيينا إن لسي وانا تشي ويحبون طيب الله توفيق السلام عليكم شيخ وان كو سلامي سلام كدب وحان كو ويدينيا سومالي غار اهان مغالده مقدشه خرونتا سومالي وها كشقيستو شركه عيمس او دحداي سي اسلاميغا ايان حجكا اي عمره عيمس اهان قفكا او غينينا هادونا سي ترتيب ترتيب ايو سيغا بخينيا ام حي دينتا اسلام كو كقبتا الحمد لله لبا لبا دبا احمدو قيحس انتا كبدن باي وباهين شركه حجكا عيمس كو غينيسا دادكا إسلامي سيدي بإسلامي وغردك تاي سيستم كيشيسكي يخرجك الله بحين يمحوي هاي قاب كابا يددكو خرجك وغفا إذي سنيان تانو حمر متشوغو مقران ايو وحن ليه لا علماء دا سومالي حمر تشوكتا الشركة ديهنا عركي كرتا محوكتا يدا حيسا تقبضان علماء تشوغي هلو ويديو تاو كودي رجلين لها تقبضان علماء خيار يا رغب بدن ان كوكو اوغاهي اما كغا ورقبو ان يدرك فقهاء يهم با جوغ شيخ عبد الله شيخ نور وكليته شيخ احمد امام وكليته جوغ رغب بدن علماء وكلا جوغ مكرغا علماء اي جوغ شيخ بشير حسن صلاه با جوغ رغب بدن علماء او جوغ مغالدا ان ايغا لو عيريو ايغا حقيجين كرا إيران هو سانكر واحد اللي ويدير دوا شركة حمر تشوكته عايم السمايس هذا الحكم عارش فرع عن تصوره بالليل هذا وحين هذا الحكم تنا حكتي سايسا كوريس طلبات عايم السوية هدونا يري يربالو علينا يا يضل لفت هذا فصيرات بيو بانتا مدين با عايم السيادة سيقود كوا إسلامي كوا كربا العكس أن الله أما بالله الله بحي أنا قانا قف كو حارض هذا اعتمادنا وكفى إذا استو كوا إسلامي جاهنا ذاك قاركي يقابا باي الشير الشير سوية شان وحنتي رياش وقول بيران أي شرتو مركد وحي ويكو عايمنا إسا يرين يربدنا هدو وبحنا إسا صور وحاكم وقان كرا العقي الدين بي قف كسينا إسا دين تي بوين يريرو قذية قابك إذا قابك عايم سيدا عن كواقين نماها
صدرت بعيدة مرة بعد كينا يساعين علومة دي ماشة جوكتين لو عليو هدي حكتا قسائلك وشيغة يوحكا قلدين هنا كصحان هدي حكتا سيدا او جرتا قيبها لمن حكتا معلومات كان اي حقيقيان كدب حكم كذا شرعي على قران كرا بالله توفيق السلام عليكم شيخ وحانا هاي قبر سوماليود او كنو لقربها وحانا سيقر سودية او مهر سدين نين آبهي وحو كنو ليا هاي سوماليا وح اهل كيغو آن اوشيغي قور كاسي مجران برسي اسحاب تيدا آن كوكال سونا ايان اوشيغي قور كدب اسحاب تقار ايا يقول هاي قور كاسي حلال ماان اي كدي رو نكاس قارنا وحي ادهين وا قور سح او مدى سوماليود بدن كود سيدا ايس كسو قور سدين اي مركا كوران شيخ وارين كاز جزاك الله خير الحمد لله قول كان وحاس صحن أصحابتك وتري قول كأنه صن صحنين إذا كان دعروا وارد كان والله حريري كرتان ولي جينا والله هذي كرا